هذا البرنامج برعاية بنك قطر الدولي الإسلامي. الدولي الإسلامي، تطلعاتكم في أيد أمينة. السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم مشاهدي الكرام، أنا محدثكم غسان الشيخ وأرحب بكم على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دين ودينار. حديثنا اليوم عن عقد الجعالة والسمسرة، الوسيط، الدلال، البروكر، ما المقصود بالجعالة والسمسرة وما الأحكام المتعلقة بهما؟ ضيفنا الليلة فضيلة الأستاذ الدكتور إسماعيل كاظم العيساوي، أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الشارقة. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. حياكم الله دكتور. نبدأ حقيقة كالعادة، ما المقصود بالجعالة لغة واصطلاحا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، الفقه الإسلامي الحقيقة فيه أبواب متشعبة ومتداخلة كثيرا، ومن ضمن موضوعات الفقه المعاملات على وجه التحديد باب الجعالة، وهي من الاسم، هي يعني ما يعطى للإنسان على عمل يعمله، تقول له أجعل لك كذا إن فعلت لي كذا. من هنا جاء اسم الجعالة. من هذا اسم الجعالة، أجعل لك، من الجعل وهو العطاء. جميل. نعم، ولذلك يعني العرب كانت تستخدم هذا، وجاء الإسلام وأقر هذا التعامل، فهو ما يعطى للإنسان على عمل يفعله، وقد يكون هذا العمل قد يكون دراسي، قد يكون حاجة ضائعة، قد يكون حينما ندخل في تفاصيل الموضوع يعني ممكن أن ندخل، لكن هذا هو من حيث التفسير الاصطلاحي، هو ما يعطى للإنسان على أمر يفعله. جميل. لعلنا نتكلم عن صور الجعالة حتى يكون الأمر واضحا من التعريف. نعم. الحقيقة دكتور، صور الجعالة متعددة بناء على العمل الذي يطلب للجاعل. جميل. قد يكون هذا مثلا يعني على طريقة شيء ضاع من الإنسان، ويقول من رد لي ضالتي فله كذا. جميل. هذه إحدى الصور. جميل. وقد يكون في بعض الأحيان تدخل في باب الرقية، يقول من رقى مريضي فأعطيه كذا. جميل. من علم ابني حفظ القرآن أعطيه كذا. فالصور تتعدد على حسب حاجة الناس إلى هذه القضايا، فقد تدخل في التعليم، قد تدخل في الطب، من شفى مريضي ممكن أن أعطيه كذا، فحسب الحاجة التي يحتاجها. الفقهاء غالبا يتحدثون عنها في باب من رد لي ضالتي، غالبا بناء على أصل المشروعية التي ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، فأخذوها من هذا الباب، فقالوا إذن هي غالبا تتحدث عن رد الأشياء الضالة. وفي مجال المعاملات كما تفضلت ممكن أن تدخل، ممكن أن تدخل، من جلب لي زبائن فله كذا. نعم، زبائن فله كذا، وكثير من الدوائر أو مثل ما قلنا في الفنادق أو في غيرها أو في محطات الأنترنت وكذا، تعرض مثل هذه العروض وتعطى للمن يأتي يعني نسبة أو شيء محدد. سنتكلم عن هذا إن شاء الله. نعم. لو الآن تكلمنا عن مشروعيته، ربما بعض الناس يقولون أن هذه غير مشروعة، ما هو الدليل على مشروعيته؟ الحقيقة دكتور، الفقهاء ذكروا الدليل الواضح فيها هو حديث الصحابة رضي الله عنهم الذين جاءوا إلى قرية ما فاستضافوهم، صحيح، فلم يضيفوهم في تلك الفترة، ثم حصل أن أحد الرجال المعروفين في تلك القرية قد لدغ، رئيس الحي قد لدغ، فجاءوا إلى الصحابة هؤلاء المجموعة الثلة من الصحابة رضي الله عنهم، وبدأوا يسألون عن مطبب، هل فيكم راق؟ فقال أحدهم أنا راقي لكنني لا أفعل ذلك حتى تعطونني، فمثل ما يقول جت قدام القضية. نعم. فأيضا وافقوا على هذه الشرط أو على هذا الذي طلبه، فذهب بهم فقرأ عليه سورة الفاتحة فبرئ من هذا. فبعض الصحابة استغرب هذا الأمر، يعني كيف أنت فعلت كذا، فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن القضية وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال واجعلوا لي معكم سهما في هذا الأمر، فقالوا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هذا من ضمن. في قضايا الغنائم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قتل قتيلا
فله سلبه. إذن هذه جعل، يعني هذا الحديث يعطينا جعلا أنه من يفعل هذا الشيء إلى هذا، وهذا السلب قد يكون قليلا أو كثيرا. ثم يستأنس كما يقول فقهاء الشافعية رحمهم الله، يستأنس بالآية التي جاءت في سورة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وحمل البعير كان معروفا عندهم، حتى لا يقول المشاهد هنا فيها جهالة في هذا الأمر، هناك كان معروفا عندهم حمل البعير ما يقارب تقريبا 60 صاعا. فإذا هناك نصوص من السنة النبوية، وأيضا من المعقول يقول حاجة الأمة إلى مثل هذه القضايا، أصبحت في المعاملات المعاصرة نستفيد الحقيقة ونحتاجها كثيرا مثل هذه المعاملة. فهذه بعض النصوص التي وردت في المشروعية. قد يقول قائل فضيل الدكتور، ما هو الفرق بينها وبين الإجارة، ولماذا يعني نقول جعالة وهناك باب منفردا يسمى الإجارة، ما هو الفرق بينها؟ سؤال جيد الحقيقة، والكثير من يعني القراء أو المشاهدين يقعوا في هذا اللبس. أولا الإجارة دكتور هي تكون عقد على منفعة لمدة معلومة بعوض معلوم. جميل، هذا تعريف الإجارة. لكن حينما نأتي إلى الجعالة، لو جئنا إلى هذا التعريف نجده لا ينطبق على الجعالة. أولا الوقت غير معلوم في الجعالة، حتى قالوا تأقيت الوقت ربما بالضبط يطلع. نعم، ومن ضمنه لأنه أنت في بعض الأحيان يمكن تستغرق المدة يوم ويمكن تستغرق شهر. صحيح، هذا إذن التأقيت غير موجود. الأمر الآخر، الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين، يحق له أن يلغي هذا العقد. لكن عقد الإجارة حينما يتم لابد أن يكون، لا يجوز لأحد من الطرفين أن يتخلى إلا في حالة رضا الآخر أو كذا، لأن أنا جئت وأجرتك البيت لمدة شهر. نعم. الأمر الآخر، لا يجوز تقديم الأجرة في الجعالة إلا لأنها مربوطة، إن جئت لي بحاجتي، إن جئت لي بزبائن أعطيك كذا بنتيجة معينة. بنتيجة معينة. لكن في عقد الإجارة لا يجوز أنت تقول لي أجرك لمدة شهر وأعطيني من البداية الإيجار هذا الشهر. لا مانع من تقديم الأجرة في الإجارة، لكنه لا يصح تقديم، لأن هذا عمل مبني على بعض القضايا التي أنت تقوم فيها. إذن هناك فوارق يعني ذكرها العلماء، وهذه من أشهرها أنها عقد جائز، أنه لا يجوز تقديم الجعل فيها، المدة فيها، التأقيت لا يصح في الجعالة في حين أنه يجوز في الإجارة. فهذه بعض الفوارق التي ذكرها العلماء. حاجة الناس اليوم لما يسمى بعقد الجعالة، نعم، هل هنالك من حاجة فعلا؟ نعم، الحقيقة دكتور توسع المعاملات جعلنا نبحث عن يعني قضايا معاصرة الفقهاء تحدثوا عنها في أبواب صغيرة، لكن مثل ما قلت الآن في كثير من القضايا يحتاج الواحد إلى زبائن في بعض المبيعات. صحيح. أنا لما أقول من يأتي لي بزبائن فله كذا، هذا إذا رجعنا حقيقة الأمر هو جعالة. يعني في هذا الأمر مثلا واحد فتح مصنع يقول مثلا من يأتي لي بزبائن لشراء هذه البضاعة فأعطيه كذا، فإذا أصبحت نعم اليوم بحاجة إليها كثير من المعاملات على مستوى الإعلانات في بعض الفنادق، في بعض الآثار، في بعض الكذا، كلها هذه اليوم نحن بحاجة. إن كان الفقهاء القدامى تحدثوا عنها في قضية معينة، لكنها اليوم توسعت ونحتاج حتى في قضية المندوبين وغيرها وكذا، ربما يعني لها أثر في هذا الباب. لو تكلمنا فضيل الدكتور عن أركان الجعالة بشكل سريع، لا أريد حقيقة أن نتوقف كثيرا. أخي الكريم دكتور غسان، العقود عموما يعني تكاد أن تكون الأركان فيها متقاربة. نعم. لكل عقد لابد أن تكون صيغة. ولذلك السادة الأحناف دائما يقولون أركان العقد هي الصيغة، والأشياء الأخرى يدخلونها فيها. لكن هناك من يتوسع، هناك صيغة، هناك عاقدان، هناك عمل، هناك جعالة. جميل. هذا من حيث العموم، أنه لا بد أن يكون هناك عاقدان في هذه الصيغة. الصيغة ما المقصود بها؟ الصيغة وماذا هو يعني الأمر الذي يقول من رد لي ضالتي فله كذا. هذه هي الصيغة، يعني الإيجاب والقبول، الأمر المعبر عن
إعطاء مبلغ معين أو مكافأة معينة لمن يقوم لي بهذا العمل. جميل. نحن لا نشترط كلمة معينة يعني. كل ما يدل على. بالضبط. لأنه كما تعرف دكتور في باب المعاملات يقول الأصل فيها للمعاني وليس للألفاظ والمباني. فأي لفظ يدل يكون كافيا. جميل. فيما تعلم فضيل الدكتور أنه الصيغة هي إيجاب وقبول. لابد من الإيجاب وقبول الطرف الآخر. بالنسبة لعقد الجعالة هل يشترط قبول العامل؟ يعني أحيانا يكون الأمر معلنا بالتلفزيون بالراديو أو على الملأ. وهذا مما خصص الجعالة دكتور عن بقية العقود. لا يشترط، لأنه أنت تقول من رد لي ضالتي، فقد يكون الراد معلوما وقد يكون مجهولا. جميل. من جاء لي بزبائن فله كذا. فلا يشترط، وهذا مما تختلف فيه الجعالة عن غيرها من العقود الأخرى، حتى العقود الغير لازمة يعني. هي لا يشترط فيها رضا ولا يشترط فيها معرفته. ولذلك حتى الفقهاء تحدثوا، قال مثلا واحد يعرض بضاعة بالسوق. جميل. يعني ويقول مثلا من يشتري بكذا او كذا، جاء بها يعني في قضية بعض المعاملات المالية يعني. فإذا الجهة العاقد الطرف الآخر لا يشترط ان يكون معلوما، لكن يشترط فيه ان يكون اهلا لهذه التصرفات. بمعنى ان يكون مثلا قادرا على هذا العمل. ما يأتيني واحد غير قادر، واعني بالقدرة ان يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون عنده تمييز، لأن مثلا قد يكون في بعض الأحيان هو لا يعرف الزبون الذي أنا أحتاجه. فلا بد أن تكون عنده معرفة بسوق العمل. يعني مثلا في اختصاصه، قد يكون في الانترنت، قد يكون في الفنادق، قد يكون مثلا في تجارة بعض الأشياء. فلا بد أن يكون له معرفة بهذه القضايا، فأن يكون عالما بالغا عاقلا يعني مستوعبا، ليس ضعيفا في التعامل. يعني هناك كل صنعة لها بعض الأعمال التي أو الصفات التي يجب أن تكون في هذا الشخص. فهذا مهارات معينة. بارك الله فيك. نعم. فيما يبدو تكلمنا عن شروط العاقدين من خلال هذه الإجابة. بالنسبة للجعل الذي يعني يكون مقابل هذا العمل. ما هي الشروط أو الضوابط؟ هو الأصل أن يكون كما يقول الفقهاء نصهم هكذا، أن يكون معلوما قدرا وجنسا ونوعا. يعني أنت حينما إحنا دائما دكتور العقود لا تبنى على الغرر. جميل. وهذه قضية مهمة الحقيقة. الوضوح هو سيد الأحكام. فإذا لابد أن يكون هذا الجعل معلوما قدرا وجنسا ونوعا. أقول من رد لي ضالتي أو من جاءني لكذا، إما له مثلا 10,000 درهم أو 5,000 درهم، وإذا كانت بضاعة من باع لي مثلا هذه البضاعة فله نسبة 2.5% أو 5% أو 10%، حسب يعني قد تكون في النوع المحدد بالمقدار وقد تكون بالنسبة. جميل. لكن لابد أن يكون هذا الشخص الذي سيدخل إلى هذا الميدان ويأخذ هذا الجعل عالما. لأنه الجهالة مفضية إلى الخلاف وإلى النزاع. أنا يعني هذا الكلام رائع فضيل الدكتور فيما يبدو كما يعني تتكلم وتتفضل بأنه العقود كلها الغرر ممنوع في الشريعة الإسلامية. يعني حتى ولو رضي المتعاقدين، لأنه أكيد. من فترة حقيقة كنا جالسين مع أحد الأشخاص فقال يعني لماذا الربا جاء حرام؟ فأنا يعني أجيز يا أخي. أنا أريد أن أعطي هذه الزيادة للرجل الذي يقرضني أو للبنك الذي يعني يلبي لي حاجتي بالمال. ما دخلك أنت في الموضوع؟ ماذا نقول دكتور؟ أولا أخي الكريم، قضية الرضا يجب أن تكون مربوطة بالنصوص الشرعية. يعني هناك قواعد جاء بها التشريع الإسلامي فلا دخل للرضا فيها. يعني حتى وان رضي بالغرر، حتى وان رضي به، حينما يقول القرآن أحل الله البيع وحرم الربا، هذا نص. سواء رضيت أم لم ترضى. في العلاقات الجنسية
يعني قد تكون المرأة أيضا قد رضيت بما يكون معها. غالبا نكون رضيانين. رضيانين في هذا الأمر. لكن الإسلام جعل بين هذا وبين ذاك كلمة العقد. استحللتم فروجهن بكلمة الله. فإذا ليس الرضا الذي نقصده هو الأشياء العامة. لا، الرضا المنوط بقواعد التشريع الإسلامي. فكل ما كان إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ونقصد بالتراضي هنا أن تكون الموافقة وفق القواعد الشرعية التي جاء بها التشريع الإسلامي. لأن عندنا خيمة، يجب أن لا نخرج من إطار هذه الخيمة الشرعية. وبعد ذلك مثل ما قلت في الربا يكون رضا، في كثير من العقود الأخرى يقول لك أنت شو دخلك بي، نقول لك لا، إحنا عندنا قاعدة تحكمك، يجب أن تمشي في ظل هذه القاعدة الشرعية، وهو أن الرضا يكون داخل المنظومة الشرعية وليس خارجا عن الإطار الشرعي. يعني الذي أفهمه من كلامكم فضيلة الدكتور أن الرضا إذا كان يترتب عليه الضرر بالآخرين يمنعه الشرع، يمنعه التشريع الإسلامي. ومنه الغرر. هنا ومنه الغرر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقود الغرر أو عن عقد الغرر أو عن بيع الغرر، حماية للناس والمتعاقدين. نعم، لأنه فيه إيهام، فيه ضرر على هؤلاء في معاملاتهم المالية، لأنك أنت جيت اشتريت بناء على غرر. ولذلك علماء القانون يتحدثون عن الغلط وعن التدليس وعن الغبن وعن كذا، لأنها كلها قضايا موهمة توقع المتعامل في أن يدخل بناء على شبهة أنت وضعتها أو صورة أنت أعطيتها، لكن حقيقة الأمر ليست هي هذه الصورة التي يجب أن يتعامل بها. ونحن نتكلم فضيل الدكتور، يعني ورد في خاطري أن هناك علاقة وثيقة فيما يبدو بين الجعالة والسمسرة. ما الفرق بينهما، أو هل هنالك من علاقة؟ الحقيقة عقد السمسرة هو طبعا من العقود القديمة وليست الحديثة، وأصل كلمة السمسرة يقول حتى أصلها فارسي، لكنها بعد ذلك عربت. كانت موجودة عند العرب، نسمي احنا الدلال. الدلال الوسيط الدلال. اليوم الآن أصبح بلغة التجارة بالضبط. الوسيط هو الوسيط يعني. ولذلك الفقهاء يعرفونه ويقول هو الوسيط بين البائع والشاري أو المشتري لإمضاء العقد. وهذا تعامل لا يعني يتنافى مع التشريع الإسلامي. والدليل على مشروعية أولا هذا العقد هو أنه أحد الصحابة رضي الله عنه، أظنه قيس بن غرزة، قال يعني كنا في السوق نسمى السماسرة. نعم. فمر علينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا البيع يخالطه الغش أو الخداع أو كذا، فشوبوه بالصدقة. نعم. يعني حاولوا أن تخففوا من الأعباء الموجودة عندكم في هذا فشبوه. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذه التسمية معنى أن ذلك عقد كان موجودا. أما صلته بالجعالة، الحقيقة هو هذا العقد تنتابه من حيث التكييف الفقهي عدة عقود. قد يكون وكالة بأجر من باب الوكالة، وقد يكون من باب الإجارة. نعم. وقد يكون من باب المزايدة، حتى بعض الفقهاء أدخله في هذا. لكن هو كما يقول المعاصرون من الفقهاء هو أقرب إلى عقد الجعالة. لماذا؟ لأنه في بعض الأحيان يعني في بعض الجهالات التي تغتفر بالجعالة ولا تغتفر في غيرها من العقود بالضبط. فلذلك يعني قول مثلا يجي وسيط بين البائع والمشتري، وخاصة حينما تكون في بعض الأحيان القضايا في النسبة. يعني يقول أنت مثلا إذا صرفت لي هذه البضاعة للوسيط لك 2.5% من قيمتها. من قيمتها، هذا فيه نوع من الجهالة، لأنه أنت ما راح تعرف بكم سيباع هذا الأمر. لكن قالوا هذا يغتفر فيه في الجعالة ما لا يغتفر فيه في العقود الأخرى. فالسمسرة هي قريبة من، إذا كانت بأجر معلوم هي قريبة من الإجارة، أصبحت إجارة. أصبحت إجارة. إذا كانت وكالة أيضا بمبلغ معين أصبحت وكالة. لكن هي أقرب في التكييف الفقهي. وهناك رسالة ماجستير الحقيقة رائعة، لا يذكرني اسم المؤلف لها، هو عن عقد السمسرة والتكييف الفقهي وعلاقته بالمعاملات المالية المعاصرة. يعني لكل باحث أن يطلع، أنا رأيت الخطة فقط لهذه الرسالة، فموضوع راقي الحقيقة، وفي المعاملات المعاصرة نحتاجه كثيرا. اسمح لي دكتور أخذ هذا الاتصال. صالح العلي من السعودية، تفضل أخي صالح. مساء الخير. مساء الخيرات، تفضل صالح.
ألو، معك أخي صالح، تفضل. بالله بسأل أنا عن الربا الحين بصورة تحريم الربا. نعم. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. سؤال، ما المقصود بهذه الآية؟ يعني لو في واحد كان يتعامل بالربا أول وبعدين بيتوب. أيوة. طيب، شكرا لك أخي صالح. الدكتور السؤال يعني له أخ محمد من السعودية. تفضل أخي محمد. محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، عيد أضحى مبارك. تحية خاصة لك وأنت ما شاء الله دكتور غساني اليوم منور الشاشة. الله يرضى عليكم. ولضيفك الكريم الدكتور إسماعيل ولجميع المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات. كل عام وأنتم بخير مرة ثانية. يطول العمر من هذه القناة وكذلك من هذا البرنامج الشرجين ودينار منذ سنوات، وتحديدا تقريبا 2007 سمعنا كثيرا عن المحاكم المتخصصة، محاكم مالية اقتصادية عمالية والقائمة تطول. وأنتم الآن تتحدثون وفضيلة الشيخ عن عقود الغرر. عقود الغرر طال عمرك هذه لما واحد يكون عنده في إشكالية أو وقع فيها، وتحديدا يكون أكثر واضحين عشان الشيخ جديد في الموضوع يعني يكون عنده خلفية. الصناديق البنكية الاستثمارية بيقولوا في وقتها عن طرحها أنها استثمارية. واقع التجربة أثبت أنه تحولت من استثمار إلى مضاربة دون علم أو موافقة المستثمر. وإن كان المستثمر واعي وعلى دراية واتصل بمدير الصندوق أو في البنك، البنك أو الصندوق عنده إجابتين لا ثالث لهما: اسحب فلوسك أو روح اشكي. تشكي لمين غير رب العباد؟ بكفي. السؤال هنا طال عمرك، طيب، كيف تنجل العملية هذه علما انه اللجان الشرعية وانتم اللجان الشرعية عملها محدود في هذه الصناديق وفي البنوك، يقول لك احنا بس نقول هذا السهم شرعي، هذه الشركة شرعية، ذات اناف ما تقدر تتكلم. اما التدقيق والبيع والشراء مضاربة استثمار، اللجان بعيدة عنها لانه خاضعة لمجلس إدارة البنك، وبالتالي فهي مقيدة والله أعلم. فالشيخ ما شاء الله عنده خلفية جديدة، يعني خلفية، ونلتمس منه أن يوضح الصورة أكثر إن شاء الله، ونطلب من الله صالح الدعاء والتسهيل الأمور إن شاء الله، وإن شاء الله الإجابة منكم يا طويل العمر. والسلام عليكم. أشكرك أستاذ محمد. مشاهدي الكرام، لعلنا نتواصل ونبقى بعد الفاصل، كونوا معنا. هذا البرنامج برعاية بنك قطر الدولي الإسلامي. الدولي الإسلامي، تطلعاتكم في أيد أمينة. كيونت تتفهم ما هي متطلبات النجاح. كيونت، الشريك الرسمي للبيع المباشر لفريق ماروشيا F1. شريط المعلومات برعاية كاتارا هوسبيتاليتي.
هذا البرنامج برعاية بنك قطر الدولي الإسلامي. الدولي الإسلامي، تطلعاتكم في أيد أمينة. مرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في برنامجكم دين ودينار، نتحدث عن عقد الجعالة والسمسرة وما يتعلق بهما من أحكام. فضيلة الدكتور، قبل أن نكمل، وصلنا كما سمعتم من الأخ صالح العلي سؤال حول الربا وعن التوبة من الأموال المحرمة. طبعا بلا شك يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له. بالنسبة للمعاملات المالية عندما يتوب الإنسان فلكم رؤوس أموالكم، ولا سيما موضوع الربا. أنا أعلم هنالك خلاف كبير بين العلماء هل يتملك هذا المال أو لا يتملك، لكن ما هو الراجح الذي تجده فضيلة الدكتور في مثل هذا الموضوع؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد. الحقيقة أخي، موضوع الربا يعني موضوع شائك وخطير، ودخل في معاملاتنا المالية دخول غير طبيعي، وكثير من الناس ربما على حين غرة أو غفلة يعني استهوت هذا الأمر أو استسهلته، والآن الله سبحانه وتعالى من عليهم في التوبة في هذا المجال. لما تأتي إلى شخص ويتملك بالملايين وتقول له هاي كلها سيبها، ليس من الأمر السهل أن البعض يتقبل هذا الأمر، لكن هو يعني يجب أن يعلم أنه الإسلام له قواعد وله ضوابط، وقضية الربا الاجتهاد فيها صعب جدا. هناك مثل ما تفضل الدكتور أن هناك بعض الأقوال التي تقول بأنه يمكن أن يتملكه أو كذا، لكن الحقيقة أنا لا أميل إلى هذه الآراء. أقول على من يعني يعرف كم هو مقدار الربا الذي عنده على أقل تقدير أن يجعل هذا في الأمور العامة، يعني في المستشفيات، في الطرق، في أمور يستفيد منها جميع المسلمين. طبعا إذا كان يعرف صاحب الربا فليرجعه إليه، لكن غالبا هو يكون من داخل المؤسسات. نعم. قد لا تعرف من هو هذا الشخص. فالحقيقة يعني الذي أطمئن إليه على هذا الرجل أنه قدر المستطاع فاتقوا الله ما استطعتم، فيرجع يعني رؤوس أمواله وما جاءه من الربا وهو موجود لديه الآن فليجعله في أمور. الآن عندنا كثير من المصالح المسلمين في بلاد تعبانة جدا، ليس لديها طرق، ليس لديها حتى يعني القضايا العامة التي يستفيدون منها، ليس عندهم طعام نعم. وهذه قضية المال الحرام وهل يجوز التصدق به أو لا يجوز أيضا هي من المسائل الشائكة، لكن أيضا بالمقابل لكن يؤجر على التخلص منه. لا يعني نفتي المسلمين بأنهم يقول لك اترك للبنوك وكذا، لأن البنوك ربما خاصة في الدول الغربية قد تعطي لي أمور أخرى تضر بالمسلمين. أنا لست مع الرأي الذي يقول اترك لهؤلاء ولا تأخذه، لا يا أخي، خذه على رأي من يقول بذلك واصرفه في أمور المسلمين العامة، وحتى تتخلص أنت من هذا الأمر وتب إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل التوبة لهؤلاء. هذا الذي أراه والله أعلم. نعم. بارك الله فيكم دكتور. موضوع الغرر دكتور، وأنه الغرر كما تفضلت من الأشياء الواضحة في المعاملات المالية وفي العقود، في العقود في الشريعة الإسلامية، أن تكون بعيدة عن الغرر. ونهي النبي عليه الصلاة والسلام واضح وتمام، يعني ليس فيه تأويل. وكما تفضلت فيما يبدو وهو واضح تماما أن الغرر إذا انتفى عن العقود كان الناس في سلامة، وكان ذلك لصالح الجميع. عندما يكون هنالك بعض العقود أصيبت بالغرر، نتيجة بعض يعني كما تعلم فضيلة الدكتور الغرر يأتي من عدة أشياء، ربما يأتي من المتعاقدين، ربما يأتي من جهة خارجية إلى غير ذلك، من العقد نفسه، من البضاعة المباعة الكذا. الصناديق التي كان فيها شيء من الغرر. الحقيقة يا دكتور يعني مثل ما قلت أن قضية الغرر واسعة جدا. أنا فيما يتعلق بصناديق الاستثمار أو فيما يتعلق بالبنوك الإسلامية، الخلل الحقيقة الذي نحن نعاني منه أن كثيرا ممن تربوا أو درسوا على البنوك التقليدية جاءوا وعملوا في البنوك الإسلامية، وهؤلاء خلفيتهم في الأصل هي ليست خلفية في المصارف الإسلامية أو اقتصاد إسلامي تتفق مع القواعد الشرعية، فلذلك البعض
يتصور أنه لماذا هذا العقد محرم وفيه كذا وفيه كذا. أنا عندي نصوص، عندي الشريعة، ونحن مؤمنون بأن التشريع الإسلامي لم يحرم علينا شيئا إلا وفيه ضرر علينا. فالحقيقة يعني أنا وجهة نظري أن الذين دخلوا في مثل هذه العقود التي فيها غرر عليهم قدر المستطاع أن يتخلوا عن هذه العقود ويأخذوا أموالهم. وكما قال في زمن سيدنا عثمان لما واحد أنه يعني اشترى عبدا وكانت فيه عيوب وقال أنا بعت بشرط البراءة من العيب، وهو قال لا، وبعد ذلك النتيجة قال تعال احلف يمين، قال لا ما احلف اليمين، فرده إليه فقال تركت يمينا لله سبحانه وتعالى، وكان باع ب800 وبعدين باع ب1000. هو جميل دكتور أن يترك الإنسان لله، لكن أنا اسمح لي بس وضح لك الصورة. يعني الذين يعني ساهموا بهذه الصناديق الاستثمارية نتيجة الغرار، نتيجة عدم يعني كفاءة مدير الصندوق، وقعوا في خسائر. يعني هن إذا طلعوا الآن من الاستثمار خسرانين، خسائر كبيرة. هذا يعني الذي نريد أن ننوه. لكن أخي الكريم يعني يعني أنا وجهة نظري، هل يخسر الإنسان ماله أم يخسر دينه؟ مشكلة يعني. يعني الواحد عليه أن يضحي قدر المستطاع يعني في هذا الأمر. ممكن أن يسحب رؤوس أمواله، ممكن أنه يكون يعني مع هذا البن. أنا الحقيقة لست يعني مثل ما يقول مطلع جدا على هذه العقود الاستثمارية وما فيها. يحتاج أن الإنسان يقرأ العقد ويشوف شنو السلبيات والإيجابيات. يعني يقول نصف العلم قولك لا أدري. أنا فلذلك عقود يعني هذه الصناديق فيها بعض المشاكل اللي حصلت، أعرف هذا. نعم، سببها بعض أيضا خطأ من الموظفين الذين ما أعطوا الصورة الحقيقية للعملاء. وهذا هو الإشكال، يعني عدم الوضوح في صورة العقد. من المسؤول دكتور؟ الذي هو غرر بالناس. طيب الجهات المختصة والجهات الرقابية هنا ما هو دورها؟ الأصل هي، ولذلك يجب على الجهات الرقابية وخاصة أغلب المصارف الإسلامية أو عقود الاستثمار في هيئة شرعية. فيجب على هؤلاء، قد دخلوا بالإثم مع هؤلاء إن لم يبينوا لهم بأن هذه العقود فيها مثل هذا الضرر. المشكلة أن مجلس الإدارة في هذه الصناديق أو في البنوك الإسلامية يعني يقيدون حركة ما يسمى بالهيئات الرقابية الشرعية. لا يحق لهم أن يقيدوها، لأن هذه قضايا شرعية في هذا الجانب. بالأمس كنت في طلبة الدراسات العليا في الماجستير، عندنا مساق اسم الشركات والأسهم والسندات. اسمح لي دكتور، معي واحد على الخط من العراق، صديقنا أبو صلاح، صلوا فترة، اسمح لي أخذه وأعود إليك. أبو صلاح تفضل. السلام عليكم جميعا سيد غسان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن السمسرة وعقود الإجارة. يعني أنت مثلا عندك عقار، يعني شوية أنت تتكلموا شوية بلك تساعدونا أنه من يصير عقد عندك السمسرة وعندك عقار. دخل المؤجر إلى العقار شهر شهرين سنة وبعدين من يمكن يدفع الإيجار، الدولة ما تحمي، تعال روح قدم للمحكمة وست شهور سنة وشوية هو ما أنطى إيجار، ما أكفر الشيء فوري مثلا يعني، وبعد من يطلع بعدين هو يتروح حتى لهذا تروح. يعني شوي أنتوا يعني لعله أحد يسمعكم مسؤولين شيء أنه أكو يعني حل معين. طيب شكرك أخي أبو صلاح، تسمع رأي الدكتور في الموضوع. أبو سلطان من السعودية تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل والله طال عمرك، لو أنا في عقد بيني وبين واحد كتبت فيه بالعقد أنا هذا شرط جزائي بيني وبينه، مثلا لو قلنا شرط جزائي مثلا 10,000 ريال لو تأخر المدة، أو قلت غرامة علي. طيب. قولوا لو قلت غرامة هذه ما تصبح. لا بس اسمح لي أسألك بعض الأسئلة أبو صلاح. أيوة. شرط الجزائي في الديون أم في إنجاز العمل؟ يعني مثلا لو أنت تقوم بمشروع معين وشرطت على منفذ هذا المشروع أنه إذا تأخر فعليه غرامة أو شرط جزائي قدره كذا، هذه مسألة تختلف ما لو أنك أقرضت إنسان مبلغ من المال أو بعته شيئا بالتقسيط ومن ثم شرطت عليه إذا تأخر أن تجعل له يعني شرطا جزائيا أو غرامة. أي السؤالين يعني حتى نكون؟ أنا السؤال فلعندك، لو أنا عندي عمارة بعمرها. أيوة. ومسكتها مقاول. جميل. على أساس ينجزها خلال مدة 8 شهور مثلا. إن شاء الله تعالى. أيوة. وضحت الصورة، إذا عرفنا شو الموضوع. نعم. تسمع الجواب. شكرا لك أبو صلاح. أبو سلطان عفوا.
كنت تتكلم فضيلة الدكتور وأنا قطعتك سامحني لأنه الأخ كان على الفضل ممكن أن أقول يعني أن البعض يقول لك إحنا إذا مشينا كنت في طلاب الماجستير في قضية الشركات والأسهم والسندات والشركة المساهمة بالذات يعني أنه من ضمن الموجودة في القوانين أنه يعني حينما تفلس الشركة الشركاء غير مسؤولين عن هذه الديون. فدا أقول للطلبة أنه من الناحية الشرعية لا، الدين في الذمة فلا يجوز لنا أن نتخلى في هذا الأمر. قالوا إذا على كلامك ما حد يدخل في الشركات المساهمة، تقولهم لا، يعني في النظام المملكة العربية السعودية في الشركات المساهمة عندهم نظام يقول يجب أن لا تكون الديون أعلى من رأس المال وخلصوا أنفسهم من المشكلة يعني. فإحنا لا مانع أيضا أن نضيف بعض البنود حتى أيضا يكون المقابل على يعني معرفة بهذه القضايا. فإذا يعني إعلام المتعاملين في هذه الصناديق الحقيقة، مجلس الإدارة، الإخوة المفتين أو الهيئة الرقابية، يجب أن يكون لها دور في إعلام المتلقي لهذه العقود، شفافية في هذه العقود كلها. أبو صلاح فضيل الدكتور يعني يتكلم عن موضوع عقد الإجارة وفيما يبدو أنه المستأجر إذا استأجر يدفع أول شهر ثاني شهر ومن ثم لا يدفع كامل الإيجار فيذهب إلى المحاكم يطول الموضوع. يريد رسالة لهذه الجهات، وما هو الحل؟ هل يمكن توثيق مثلا أن يقوم بعملية الرهن أو مثلا يأخذ كتاب معين من المستأجر حتى يعني يستطيع أن يحصل على كامل الإيجار؟ هو أخي الكريم يعني عقود الإيجار منها ما هو شهري ومنها ما هو سنوي. فإذا كان العقد سنويا فالأصل يعني إما أن يدفع على 3 أقساط أو على 4 أقساط حسب الاتفاق ويعطي شيكات في هذا الأمر. يعني الإسلام أخي الكريم حينما قال فاكتبوه، هذه قضية مهمة في الديون لأنها فيها توثيق لحق الإنسان صاحب الحق. فالشيك هو نوع من الرهن زين، وهو وثيقة معتبرة في المعاملات في المحاكم. طبعا ربما يكون هذا مثلا ما عنده رصيد أو ما عنده كذا أو شيء، أو مثل ما قلت قضايا الرهن يعني وثيقة بيت أو وثيقة سيارة أو وثيقة أي شيء. فالحقيقة هي هذه من الأمور الشائكة ويكثر فيها الخلافات. لكن قضية التوثيق تكون أنه يعني في شيكات موجودة وموثقة وتكون عند الشخص، بعد 3 شهور يجي يعطيني المبلغ يأخذ الشيك، أو أنا أدخل الشيك على الحساب الموجود، هو هذا هو المتعامل به. أما إذا نأتي نبحث عن نيات الناس فهذه مشكلة. يعني التعامل مع الأشخاص أصبح الحقيقة نعم في القضايا المالية نسأل الله سبحانه وتعالى. الجهات المختصة فيما يبدو يعني هو يتكلم عن بلده أنه لا تقوم بهذا الواجب. ما هي هو يعني هذه القضايا الأشخاص وحدهم لا يستطيعون أن يحلوها. أي هذه قضايا في الإطار العام مسؤول عنها الهيئات الرقابية، الهيئات القانونية، الهيئات المالية. أنا ما أقدر أمسك شخص لوحدي وأقول له 1، 2، 3. ممكن قضايا الرهن من الناحية الشرعية موجودة، ممكن أن يأخذ منا رهن زين، يعني يقول له يتفضل أقعد بالبيت لمدة كذا. لكن في حالة لا قدر الله ما أعطاني ممكن أنا أخذ جزء من الرهن. جميل. معي الأخ فرحات من سوريا، تفضل أخي الكريم. من تونس تفضل فرحات. فرحات معي؟ هي نعم. تفضل أخي تفضل. سؤال تفضل. السؤال يقول على استثناء، نحب نسأل على استثناء في الإسلام. طيب شو السؤال؟ السؤال أنا عن اختراع في تونس يقلل من البطالة، والخاصية متاع الاختراع هذا هو استثناء مواطن رزق، في عوض استثناء مباني ولا استثناء مثلا عقارات ولا استثناء أبواب ولا شبابيك. طيب حبوا نعرف وإيش ممكن نعملها نمولوا عملية التشغيل بالاستثناء. أنا ما واضح السؤال كثير مرة أخرى. مو واضح السؤال. سؤال إيش؟ واضح. ألو مشروع ايش يعني هو اخي فرحان؟ نعم. مشروع ايش استصناع وكيف انت بدك تمول؟ لا
ثم عملية الاستثناء، استثناء معناتها عقد يمشي للبنك وياخذ استثناء لمثلا غرض يشتري المبنى. طيب هذه واضحة. طيب. أنا ثم توا طرق جديدة وثم اختراعات جديدة. علاش مش الاستثناء يقوم بالعملية هذه؟ مثلا طالب شغل يعود معناتها يبدأ يبحث على شغل ومش موجود. نحن عندنا مؤسسة تصنع، ممكن تصنع مواطن الرزق، لذا يطلب هو استثناء لشراء موت الرزق عن طريق البنك. والله أنا فهمت شيء من لعله يعني أوضح ما يعني ما فهمته، نسمع رأي الدكتور في هذا الموضوع. أشكرك أخ فرحات. دكتور لعله الأخ أبو سلطان يتساءل عن عقد الشرط الجزائي وشرط والغرامة في عقود الاستصناع وغير ذلك، رأيكم فيها؟ الحقيقة أخي هو الشرط الجزائي من الأمور المختلف فيها عند الفقهاء، لكن الرأي الذي سائد عند الفقهاء المعاصرين يعني مثل ما أنت قلت قبل قليل فيما يتعلق بعقود العمل والمقاولات والكذا، لا مانع الله أعلم من وضع هذا الشرط، وفي قرار مجمع فقه الإسلام بالضبط في هذا الأمر. لكن مثل ما أنت قلت، لا، الشرط الجزائي عند عدم الوفاء هذا راح يصير ربا، هذا أمر خطير جدا. إذا أنت ما وفيتني، يعني مثلا بعض البنوك تعطيك مبلغ من المال وفي حالة عدم الوفاء راح يصير مثل ما كانت العرب تقول قبل، تفي ولا تربي. نعم. فالشرط الجزائي في الأعمال، في الديون لا غير جائز. ما غير جائز، لكن في الأعمال المجامع الفقهية والفقهاء المعاصرين تكلموا عن هذا، وهذا فيه نوع من الضمان، لأن بعض الناس ذممهم ضعيفة ويأخذ المبلغ ويبدي فرواني هذه عندي مدة معينة، عندي مؤجرين، تترتب أضرار، تترتب أضرار على هذا. فلذلك أنا أضع هذا الشرط ليس تعجيزيا ولكن لحث همة هذا المقاول أو هذا الشخص من أجل أن يكمل لي العمل، لأن يعني راح تترتب عليه أضرار كبيرة. صحيح. فلذلك الفقهاء المعاصرين كثير منهم من أجازوا الحقيقة، والمجامع الفقهية أيضا أجازت مثل هذا الشرط الجزائي. بارك الله فيكم دكتور. مشاهدة الكرام، فاصل ونواصلكم معنا. هذا البرنامج برعاية بنك قطر الدولي الإسلامي. الدولي الإسلامي، تطلعاتكم في أيدٍ أمينة. المعلومات برعاية البنك الأهلي المتحد. لوحة المعلومات برعاية ABS Securities. المعلومات برعاية ADS Securities. كيونت تتفهم ما هي متطلبات النجاح. الشريك الرسمي للبيع المباشر لفريق ماروشيا F1. هذا البرنامج برعاية بنك قطر الدولي الإسلامي. الدولي الإسلامي، تطلعاتكم في أيدٍ أمينة. مرحبا بكم مشاهدي الكرام من جديد في برنامجكم دين ودينار. فضيلة الدكتور، أعود إلى فضيلتكم. السؤال الأخ فرحات، يعني كما فهمت أنا يعني أحاول أن أسألك كما يعني استطعت أن أدرك ما يريد أن يسأل. حينما يستطيع إنسان أن يؤمل أعمال لناس ليس عندها أعمال، هل يستطيع أن يأخذ أجرا على توفير فرصة عمل لبعض الناس؟ هو الحقيقي أخي الأجر يجوز أن يؤخذ على الأشياء المادية وعلى الأشياء المعنوية، يعني الطبيب حينما يفحص المريض يأخذ أجره على قضية معنوية، يعني خدمة. خدمة بالضبط.
فهو الله أعلم مثل ما قلت كأنه هو يريد يبحث عن قضية الاستثمار في براعات الاختراع أو كذا. يعني هو عنده يعني هيك أيضا فهمت منه أنه عنده قدرة مثلا على براعة الاختراع، وهذه البراعة أيضا تحتاج إلى مبالغ وبنفس الوقت تحتاج إلى أشخاص يشتغلون. فهل هو لو جلب أشخاص ومن هذه البراءات اللي موجودة عنده أنها يشغل هؤلاء الناس فيهم ويأخذ منهم مبالغ؟ أظن لا مانع والله أعلم إذا كان هذه الصورة التي نحن فهمناها بهذه الطريقة. إذا أراد أن يستخدم ويقول لك أنا ما عندي قضية مادية ولكن أنا عندي قدرة لتشغيل الناس، يعني أوجههم على أن يكون عندهم قدرة على الاستنتاج على كذا، استصناع طاقات وليس استصناع معامل أو مصانع أو دور، هذا الذي فهمته منه. فلا مانع من أن يأخذ عليها أجرا والله أعلم. طيب دكتور، لعلي الآن أطرح على فضيلتكم أسئلة سريعة تتعلق بالسمسرة. حكم السمسرة في مثلا التجارة عموما، وأريد أن أتكلم عن تجارة الآثار، حين هل يجوز أن يكون إنسان وسيط في بيع هذه الأشياء ويأخذ أجرا على هذه الوساطة؟ أولا دكتور غسان، بالنسبة للآثار الحقيقة تتدخل بها قضية أخرى، وهي هل أن الآثار هي ملك للدولة يجوز لي أن أبيعها أم لا؟ أكو هناك من الآثار اللي موجودة في الدول تعطي يعني أهمية لهذه الدولة، فإذا كان البيع علنا ومسموح به من ناحية القوانين الموجودة في الدولة أنني أريد أبيع قطع آثارية وكذا وكذا، لا مانع من هذا، يعني كأي بضاعة من البضاعات. لكن الخطورة احنا نجد الآن مثلا الآثار التي سرقت من العراق لأن كانت مثلا في متاحف وفي كذا، هناك مثل الـ 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 لكن عادة دكتور يعني الآثار حقيقة يعني كقانون الآن لا يجوز المتاجرة في بالضبط هذا يعني الذي أقوله. هذا هو السائد، يعني السائد أن هذه القضايا لا يجوز المتاجرة بها لأنها إلها أهمية، ولكل دولة إلها هيكلية في قضية الآثار، تعتبر نوع من تراثها. صحيح. نوع من الأشياء اللي موجودة فيها. حتى الفقهاء الذين تحدثوا عن ما يسمى بإحياء الموات قالوا إذا كانت هناك أرض مقتطعة للدولة ووضعت عليها ما يسمى بالمحميات وكذا، لا يجوز لنا أن نأتي إليها إلا بإذن من الدولة. جميل. فهذه القضايا يجب أن يحتاط فيها ولا يتوسع فيها في الإجازة. السمسرة أيضا في موضوع الفنادق المسابح، ما حكمها أيضا؟ والله دكتور مو هو العمل بالنسبة للفنادق من حيث العموم هي دور ضيافة. لا مانع من أن أقول يعني إذا تجيب لي مثلا زبائن يسكنون في هذا الفندق، لكن علينا أن ما هو الموجود في هذا الفندق، هذه قضية مهمة جدا. يعني زين، يعني هل فيه ليالي صخب، هل فيه ليالي حمراء، اللي في كذا، يعني هنا تأتي الشبهات. أما أنه مثلا أنا افتتحت فندق وليكن 5 نجوم وكذا، أنا أريد يعني ناس يسكنون به لا يعرفون مثلا هذا المكان ولا يعرفون كذا، لا مانع من السمساري أن يأخذ، لكن يعني علينا أن نحتاط في هذه القضايا لأن مثلا بعض الفنادق ليست للضيافة فقط. جميل. ليست للنوم فقط، فيحتاج للمسلم أن يحتاط لدينه في هذه القضايا. هذا يجعلني أنا أسألك فضيلة الدكتور، مكاتب الوساطة التي تبيع الأسهم المحرمة، هل هذه جائزة؟ ما هو أنت سميتها أسهم محرمة، لكن هو يقول أنا لا يعني لا أتملك، أنا فقط يعني كما يقال أكون وسيطا بين البائع والمشتري، بين الشركة وبين الذي يريد أن يشتري هذه الأسهم. إحنا عندنا يقول لك الدال على الخير كفاعله، ومفهوم المخالفة نفس الشيء، يعني فلا نستطيع أن نبيح لمثل هؤلاء التعامل في القضايا المحرمة إطلاقا، يعني لا بيعا ولا شراء ولا سمسرة ولا وساطة ولا دلالة، بالعكس نحن نريد أن نحجم هذا الأمر ولا نجعله أن يتوسع. صحيح. صحيح يقول لك أنا ما بعضهم يعني يقول لك أنا أنقل المخدرات وأعطيها، ما أنت وقعت في الجريمة، لأن أنت أصبحت يعني وسيط وإيصال هذا الشخص إلى هذا الأمر المحرم الذي قد لا يعرفه. صحيح. فالحقيقة أنا لا أرى هذا جائزا إطلاقا. يعني موضوع أخذ السمسرة دكتور، يعني كما تعلم هنالك الدلال أو السمسار. دعني يعني أقول شيئا، فيما يبدو فضيل الدكتور عندما نقول سمسار تتبادر للأذهان أن عمله ليس يعني ليس جيدا، وكأن هذه التسمية لا تروق لكثير من الناس. ما هو السبب دكتور؟ هل توافقني أم لا؟ يعني لا، الحقيقة أنا لا أوافق على هذا. أخي السمسار وسيط،
ربما سابقا يعني كانت المهنة ليست ذي أهمية، أو لأنه كان يرتكب شيء من الغرام. أيوة يعني ولم يكن صادقا. نعم الآن الوساطة أخي إلها قوانين تحكمها وتنظمها، وما تفتح مكتب إلا بعد موافقات، وإلا أن تكون عندك أهلية لهذا الأمر وعندك سجل أيضا. يعني يجب أن يكون الإنسان اللي يقوم بهذا العمل عليه رقابة من مؤسسات الدولة وكذا. فأصبحت بالعكس يعني مكاتب الدلالة والوساطة من الأشياء التي تدر أرباحا كبيرة. يعني في هناك مثلا بعض المعامل المصانع بين دولة ودولة، مكاتب وساطات لنقل هذه الأشياء أو لإيصال إلى السوق بأنه يابا في هذه القضايا العرض والكذا والكذا، هذا الذي يقوم به السمسار. الحقيقة لا، بالعكس الآن أعتبرها أنا من المهن التي تدر أرباحا. لكن كما قلت يعني إحنا عندنا موضوع الشيء هو الأساس، يجب أن يكون السمسار فيما أباحه الشرع. يعني عندنا في الفقه يقولون مثلا هذا الشيء محترم وغير محترم، يقصدون بالمحترم الذي هو جائز شرعا. فأنا أكون سمسارا لإنشاء مصنع، لإنشاء معمل، مثل ما قلت لفندق، لقضية ما. فمن هذا الجانب الذي قصدته والله. أنه أحيانا السمسار حقيقة قد يزين أشياء هي ليست موجودة في السلعة من أجل أن يكون يرتب البيع وبالتالي يقبض فلوس. يعني هو أخي يعني إعطاء غير الحقيقة هذا أمر ليس بصحيح. يعني يغرر الآخر. نعم. إذا كان فيها غرر وإعطاء أشياء غير دقيقة، لكن في بعض الأحيان أيضا السمسار أن هذا المشتري قد لا يعرف شيئا، فيأتي السمسار فيشرح له طبيعة هذا الأمر على حقيقته. هذا لا مانع. لكن إذا كان هذا الذي يسميه فقهاء القانون والشريعة يسمونه الغلط، يعني أن تصف لي شيئا فأتي إلى هذا الأمر بناء على الوصف الذي أنت وصفته لي، وقد يكون غير حقيقة، فهذا الأمر هنا الإنسان يكون يعاقب في الشريعة وفي القانون. يعني فلا يجوز لنا في عقود المعاملات أن نزين الأمر. المستشار أمين. جميل. من هذا موضوع البائع. أخذ السمسرة أو الأجر من البائع والمشتري، بعض الوسطاء أو الدلالين أو السماسرة يأخذون من الطرفين، وأحيانا يأخذ من طرف واحد. موضوع الأخذ هذا جائز. من حيث الأمر الواضح لا يعني حرمة في هذا، وهذا أصبح معروف الآن في سوق المعاملات. يعني لأن أنا لا أريد أن أثقل على البائع ولا أريد أن أثقل على المشتري. كلاهما هذا يريد أن يبيع وهذا يريد أن يشتري، وأنا وسيط بينهما، فلا أريد أن أضع على جهة دون أخرى، وكلاهما يعرف. فإذا أنا أوزع عملي أو ربحي من الاثنين، فالظاهر أنه جائز والله أعلم. بعض التجار الدكتور أو بعض المحلات أو بعض المخابر الطبية تعرض تجارتها على صاحب المهن، على صاحب الصناعات أو على الطبيب أو على الصيدلي أو غير ذلك، بأنه إذا أرسل لها زبائن أو المرضى أو الصناع الذين يعني يصنعون شيئا عندهم إلى محله، إلى مكان الذي يبيع فيه النظارات أو غير ذلك، يعطوهم نسبة على كل زبون يعني يأتي. هل هذا جائز؟ والله شوف أخي الكريم، يعني أنا اليوم كان عندي درس في كليات الطب في أخلاقيات المهنة، وتكلمنا أنه مثلا بعض الأطباء يعني مثلا يقول لك روح على الصيدلية الفلانية وأخذ منها الدواء، أو المختبر يكون عند فلان. هذه الخطورة، هل هناك اتفاق بين هؤلاء؟ إذا كان هذا فيه اتفاق لنسبة معينة يعني فيها علامة استفهام. وإذا كان الأمر أيضا هل أن هذا المختبر هو أجود من غيره؟ جميل. هذه قضية مهمة جدا. يعني هل أسعار هذا المختبر هي يعني أسهل لي من المختبرات الأخرى، وأنت غررت بي وقلت لي بأن هذا المختبر أسعاره جيدة وجميلة وكذا وشيء، بناء على اتفاق فيما بينك وبين هذا المختبر أو بينك وبين هذه الصيدلية، أنت تريد تمشي الأدوية، وقد تكون أيضا الأدوية الموجودة ليست من الصناعات اللي هي مثلا معروفة وقوية وإلها تأثيرها وكذا، قد تكون معامل غير معروفة. فإذا كانت تدخلها مثل هذه الأشياء فالغرر يكون موجودا فيها. وإذا كانت لا، الحقيقة أنا لأجل أن أنصح، لأن بعض المرضى أيضا لا يعرفون بعض الصيدليات أو مثلا أين يوجد هذا الدواء، بدل أن يذهب إلى أكثر من مكان وكذا لا مانع منه. أما الصيادلة الذين يأتون إلى الأطباء ويعرضون بضاعتهم، يعني مثلا قد يكون هناك مثلا دواء لأول مرة ينزل، فبعض الأطباء لا يعرفون هذا، لا مانع من أن يأتي
المندوب أو كذا بهذا المنتج ويوري للطبيب حتى لأجل أن بعد ذلك يكون تسويق لهذه السلعة. لا مانع من هذا إذا كان لأول مرة ويريد أن يسوق هذا، لا مانع منه من الناحية الشرعية، لكن نحن نخاف حينما تكون هناك بعض الاتفاقات وبعض الصفقات. مو بعض فضيل دكتور، نتكلم عن الواقع كله مرتبط. أي يعني هذا شبكة حقيقة هناك إذا كانت شبكة هنا لا يعني نعم. معظم أنا حدثني بعض الأطباء الذين أتوا من الغرب بعد أن تخرجوا يعني وجد شيء عجيب وبالتالي ترك العمل ورجع. لا هذا هنا الخطورة بالضبط. هنا نقول لا، إذا كانت هناك ما يسمى بالمافيا في هذه القضايا أو لأجل يعني الاتجاه إلى صيدليات معينة أو إلى مختبرات معينة، فهذا سوق معروض. زين أنا من حقي أنه أشوف أين يكون السوق وأين يعني ينبري لي هذا المختبر أو هذه الصيدلية فأذهب إليها. أما إذا كانت هناك مافيات فأرى أن هذا أمرا فيه غرر وفيه أيضا تغرير بالمقابل ولا يجوز من الناحية الشرعية والله أعلم. محلات تجارية أيضا دكتور، الصناع يعني تمديدات الكهرباء والصحة وغير ذلك، أيا كانت أخي أين دخل الغرر؟ نحن قلنا من البداية المعاملات أين يدخل الغرر يأتي التحريم، وحينما تكون الأمور واضحة لا مانع منه، لكن أين يوجد الغرر فيوجد التحريم. حكم السمسرة أو أخذ شيء من الأجر فضيل الدكتور على بيع سلعة وله نسبة معينة، بيع العقارات الآن. والله أخي هو يعني الرأي اللي عند بعض الفقهاء يجوز أنه بنسبة معينة، يعني أظن هو سؤال الإمام أحمد قال أنه مثلا بع لي هذا ولك ثلاثة أو أربعة، أي لكن قالوا في الجعالة يجوز حتى الجمع بينهما. جميل. الفقهاء أجازوا ذلك. أشكركم فضيل الدكتور جزيل الشكر على ما تفضلتم به. مشاهدي الكرام باسمكم جميعا نتقدم بالشكر الجزيل لفضيل الشيخ الدكتور إسماعيل كاظم العيساوي أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الشارقة. أذكركم ببريد البرنامج الذي يظهر أمامكم على الشاشة وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.